كما انطلقت حملة للتبرع بالدم بمحافظة أسوان لدعم أهالي قطاع غزة. شارك في الحملة طلاب المعهد الفني الصناعي وأبناء المحافظة والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وأكد المتبرعون وقوفهم ودعمهم لفلسطين لا سيما غزة التي تشهد انتهاكات صارخة تجاه المدنيين. احنا النهاردة في يوم جميل جدا من مبادرات رحلات الخير ضمن جمعية أسوان اليوم، من خلال الأحداث الجارية في غزة، وبنشوف طبعا ان اخواتنا في غزة محتاجين لدعم، سواء دعم مالي او دعم دعاء او سواء دعم بكل ما نستطيع. فاحنا النهاردة المبادرة ان احنا حملة التبرع بالدم لأشقائنا في فلسطين وفي غزة. ان شاء الله الحملة دي يعني حملة من ضمن مشاركات وزارة الأوقاف، ومن ضمن مشاركات جمعيات خيرية كثيرة والمتزعمة ورائدة هذه الحملة هي أسوان اليوم. النهاردة جيت عشان أشارك في حملة تبرع لإخوة الفلسطينيين بالدم، وده كان يعني أقل حاجة نقدمها لإخواننا في فلسطين اللي بيتعرضوا لمجازر غير إنسانية بالمرة، وانتهاكات وقتل الأطفال والأبرياء. إحنا ودايما الشعب المصري سباق، وموقف القيادة السياسية كان موقف من الطراز الفريد في تعامل في المقضية، تعامل بحكمة. أنا جيت النهاردة طبعا عشان أقدم أقل خدمة أقدر أقدمها لشعب فلسطين، وهو التبرع بالدم. طبعا إحنا تبع رحلات مبادرة رحلات الخير، اللي نقدر نعمله هنقدر نعمله بإذن الله.